مش عم تعمل يلي لازم أعمله. الو شو نايم؟ صحصح بسرعة وتعال عندي على المكتب. في شي سيدنا؟ كريم حديد لقطوا أمن المطار هو ومسافر على رومانيا وهلا صار عنا. يلا جاي فورا سيدنا. كيفك؟ مثل ما شايفي رح تطلع من هون. هلا كان عم بيقول المحامي إنه بدون دليل ما بيقدروا يثبتوا عليك شي. سامي إذا هذا المحامي ما طلع بإيده شي بعرف عشرة غيره. صدقيني ما بقى تفرق معي. ما بقى تفرق معي. لا بتفرق. ما عاد أسمح لشي يكسرك أو يكسرني بقى. المهم هلا إنك تضلك قوي إيه؟ ليش كذبت علينا وقلت انك صاحب المطعم؟ انا ما كذبت عليكم. انا مستثمره بعقد رسمي والعقد موجود. نحن لقطنا كريم على المطار هربين على رومانيا وترككم هون وحدكم تتورطوا. نتورط بشو؟ ما عم بفهم عليك. نحن ما دخلنا. اسمع لي يا ابو غسان. انت افدت بشهادتك انه كريم كان عندك بالمطعم بوقت الحادثه، مزبوط ولا مش مزبوط؟ مزبوط ولا مش مزبوط؟ كريم نكر هذا الشيء. قال ما كان عندك بالمطعم. خبرنا هلا كيف خططت انت وكريم لتقتلوه لفرح؟ نحن ما دخلنا. نحن ما قتلنا حدا. كريم جبرنا نشهد انه كان وقت الجريمه بالمطعم. هذا كله بنعرفه من هالسيري. استعدت تواجهوا بهالحكي. شرف. أبو غسان فيك تعيد يلي قلت لنا إياه من شوي؟ أبين. شو سيد كريم؟ عندك شي تقوله؟ بليز أنا من حقي أعمل تليفون.
ما رح احكي ولا كلمه من دون وجود المحامي تبعي. اف والقصه هالقد بدها؟ ما شو خايف؟ ماني خايف من شيء، بس عندي احساس انه في حدا بده يورطني بهالجريمه. اي جريمه استاذ كريم؟ يا سيد كريم، نحن بدنا نعرف وين كنت بوقت الجريمه، وليه ضغطت على ابو غسان وشغيلته تيقدموا افاده غلط. هيدي بعتقد ما بدها محامي ليجاوب عليه. ببساطة هني عم بيكذبوا. أنا ما جبرت حدا يقول شيء. لازم هلا أنتم تروحوا تشوفوا مين دافع لهم أو مخوفهم تيحكوا هيك. وليش خبيت إنه مصرياتي اللي انفتح فيهم المطعم هني مصرياتك؟ مزبوط المصاري مصرياتي، بس المطعم مش لإلي. لكن؟ أبو غسان معرفي قديم كتير، طلب مني مبلغ حتى يمشي مطعم، وأنا دغري أعطيته مصاري وقبلت. وكان يقسط لي اياهم كل 3 اشهر كل شهر حسب ما يكون معه. هلا شو طلع بباله بطل بده يدفع، حدا وزه علي ما بعرف، عم بكذب حتى يورطني. ما عم بفهم بعدني ليه هاللف والدوران كله، ليه بدك تعذبنا؟ انا ما عندي شيء زياده حتى اقوله. وليه كنت طالع برات البلد بلا ما تعرف مرتك حتى؟ لاني كنت متخانق انا وياها، وهيدي مش أول مرة بتصير، وما رح تكون آخر مرة كمان. بعدين أنتوا صرتوا عم تفوتوا بالأشياء الشخصية، وهيدا شيء مش من حق حدا يعرفه. أنت عم بتكذب. لا مش عم كذب. وطي صوتك تحكي بعد ما أقولك. تحكي بأدبك معنا. إذا عندكم دليل ضدي وقفوني. السبعة مليون دولار. شو يعني سبعة مليون دولار؟ يلي سرقته من سيارة عامر الباشا بعد الحادث. ما بعرف عن شو عم تحكي. فوتوا الشباب. هول مش شبابك؟ مش هول السعدوك تشيل المصاري؟ أنا ما بقى أحكي ولا كلمة، ولا كلمة إلا بوجود المحامي تبعي. حقك خذوهم من هون. حقك حقك نجيب 20 محامي، نحن منا مستعجلين. من هون لنكون جمعنا الأدلة ضدك يعني. من هون لوقت عمول اللي بدك إياه، بس ممنوع تسافر برات البلد. روح، الله معك. كريم بدي اياك تعرف انك منك مطول لترجع لهون، هي مسألة وقت بس. صار عليك تهمتين، تبييض الأموال والقتل. الشغلة الوحيدة الظابطة معك انك عايش بلبنان. تعرف تنفيذ الإعدام بده ديباجة كبيرة، بس انت بس تظهر من هون عندك غير وضع. بس تظهر برات مبنى الشرطة القضائية جامعتك رح يفرموك، خاصة بعد ما عرفوا انك سرقت السبعة مليون. رح يفرموك فرم برا. بس تظهر حقك دولار رصاصة واحدة، ما حدا غيرنا بس بخلصك. ها كريم، إذا اعترفت ممكن تطلع بعفو بنص المدة، ممكن نحن نحميك ونأسر على المحكمة طيطلع بحقك حكم مخفف، لأنك ساعدتنا وكنت حدنا بقضية كتير صعبة وكتير مهمة. عاجلا أم آجلا رح نكشفها. استلم اغراضك قبل ما تمشي.
نعم نعم نغم، أما معطياتنا حتى الساعة فقد قامت الشرطة الجنائية بالتنسيق مع هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال بإلقاء القبض على شبكة واسعة من المتنفذين ورجال الأعمال متهمين بجرائم غسل أموال إضافة إلى جرائم أخرى تهدد أمن واستقرار البلد. كما وقامت أيضا الشرطة القضائية ب... نغم خليكي معي بلكي ناخذ خبر من قوى الأمن يلي خرجوا للطاو من مكان الحادث. اي اسم اي تفصيل مين اللي اشترك في العمليه؟ كم عدد الفارين اللي ما قدرت اطلقهم؟ لو سمحت لو كما وقامت الشرطة القضائية بعمليات مداهمة واسعة أسفرت عن اعتقال أغلب أعضاء هذه الشبكة بينما تمكن البعض من الفرار خارج البلاد. وقد قامت على إثرها وزارة الداخلية بإصدار بيان صادر عنها ظهر اليوم طلبت فيه من الانتربول أي الشرطة الدولية بإلقاء القبض على الفارين وتسليمهم إلى القضاء المختص. الناس لو سمحت عفوا الناس بدها تعرف أكثر عن الأسماء اللي متهمة واللي أثبتت للأسف زينا ما عم نقدر ناخذ ابدا اي معلومه منهم ولكن مثل ما ذكرنا قوى الامن الداخلي والجهات القضائيه قامت بعدد كبير من المداهمات يلي اسفرت عن انه اخذوا وانه اعتقلوا عدد كثير كبير من المتهمين بهالشبكه وانما للاسف معظمهم صار برات البلاد وقدر انه يهرب. ومن جهة أخرى أكد مصدر مسؤول عن وزارة الداخلية باستمرار جهود قوى الأمن لمكافحة أي نشاط مالي يهدد الاستقرار الاقتصادي في البلد، كما وأكدوا على التزامهم بالتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل الدولية أي جافي وذلك حرصاً على سمعة لبنان المالية والمصرفية وتجنباً لأن يصبح لبنان ساحة مباحة لتبييض الأموال. قديش ممكن انحبس؟ هيك فكرتي وعندك حكي تقولي؟ ايه فكرت بحكي كتير. معك حق بكل شيء قلته، كل شيء قلته مزبوط. انا قلت كتير اشياء. هي المزبوط بيناتو؟ كلهم. انه إنه يمكن مشاعري تجاهك ما كانت حقيقية. كنت عم حاول إني أنتقم يمكن من فرح بعلاقتي فيك. معك حق. بس صدقني إنه فرح ما عادت تعني لي شيء. أنا أكيدة إنه ما عادت تعني لي شيء. الله يرحمه. حتى عامر ما عاد له أي وجود بحياتي. قصة وخلصت. عشان هيك علاقتي فيك ما عاد إنه ما عاد إلها أي معنى. طلال صدقني إني أنا ما كنت عم بستغلك. بتمنى إنك ما تفهمني غلط. إيه؟ بس وجودك كتير كان مهم. طلال انت اي مرة بتتمناك عن جد بتتمنى زلمة مثلك. بس المشكلة انه انا بمحل تاني. بمحل تاني وانت مالك فيه. آسفة. في زوم تعتذري. مع القليلة قضينا وقت حلو سوا. عامر كان مطلوب منه يقتل فرح بس هو ما قدر. كان بده يهربها برات البلد وطلب مني اني ساعده بهالشيء. هيدا الشيء كان جنون بالنسبه لإلي لانه بس يعرفوا رح يقتلوني ويقتلوا واكيد هن رح يعرفوا. كرمال هيك ما قدرت
إلا نفذ اللي طلبوه مني. ليه دفنتوا فرح وتركتوا عامر بالسيارة؟ نحن كنا سابقينه بسيارة على أساس اتفقت مع عامر أن نأمن له الطريق. لما قربت السيارة وصلنا عليها حبوها بسرعة. شلتها ورحت قتلتها مطرح ما لقيته لجدي. قلت هيك بتفكروا انه هيدي القضية معناتها انه حدا عم ينتقم بسبب الخيانة. طيب وعامر؟ ليش خليتوه عايش؟ ليه ما قتلته؟ ما كان بدي اقتله. قلت خلص اذا مات بالاكسيدان يعني الله يرحمه. بعدين الاولويه كانت لفرح. فرح لازم تموت. مشان هيك لما بلشت حالته تتحسن بالمستشفى بعت حدا من رجالك تيقتله. لا هيدي القضيه انا ما خصني فيها. خبرنا تفاصيل هداك اليوم لحظة بلحظة ما تنسى شيء. قال لي الدكتور انه ممكن تكون عم تسمعني. انا بتمنى انك تكون عم تسمعني. بدك تعرف ليش اجيت لعندك؟ جيت لعندك لحتى اقول لك انه انا وياك قضينا ايام حلوه مع بعض. حلوه ومو حلوه، مع اني حاولت اني احليها. كنت أتمنى إنها تكون أطول وبدون كل هاي المشاكل والخبصات بس هيك صار.
أنا منيحة، عن جد منيحة، وما تحسيت أي شيء تجاهك، عن جد ولا شيء. وهلأ عم طلي هيك أحسن إلي ولك. ومسامحتك من كل قلبي والله. أنا مالي زعلانة منك. بشر بيخونوا، إن شاء الله بتطيب بسرعة عامر. وتقوم بالسلامة عن قريب. عامر كان كل همه انه يقدر يخلص فرحة من الموت. كرمال هيك دق لي وقال لي لازم نلتقي انا وياك بالمخزن مطرح ما شمال عم نعمل لقاءات. رحت لهنيك كنت كثير محصن وخايف وطلب انه يساعده. شو خلصنا؟ خلصنا. فكرت القضية ما حتنحل. ايه بس انحلت. شو عامل دخلك بإجازتك؟ والله سيدنا عندي قضية معقدة أكثر من قضية فرح حبيب. ايه موفق، أنا هيدي ما خصني فيها. جد أنا كثير انبسطت بالشغل معك. يعطيك ألف عافية. شكرا سيدنا. مبروك القضية. منيح ما رح تعبك على الفاضي. يبارك بعمرك. المهم انحلت وخلصنا. ايه. شو تعبتني هالقضية؟ هديك الليلة ما نمت بالمكتب. بعرف وانت بتعرف انه انا بعرف، بس بدي اياك تعرفي انه ما خنتك ولا بعمري عملتها. حسب شو وجهة نظرك بالنسبة للخيانة. شاد لما ترجع على البيت وتكون مرتاح ومبسوط وعارف من وجهك انه كنت عندها، او لما تفوت على الحمام لتحكي تليفون مثل المراهقين، الباقي كله ما بعود هم. بعتذر سمر، بعتذر انه حطيتك بهذا الموقف. شاد بعرف انه انت طولت بالك علي وعلى مرضي فتره كثير طويله، بس هيدا ما بيعني انه انا معقول اقبل. سمر انت منك مريضه. نحن بكل بساطه علاقتنا صارت على النهايه. حاولنا نظبطها قد ما فينا ما قدرنا. وبرجع بقول لك ما صار شيء من يلي بفكرك. يمكن، بس أكيد كان رح يجي نهار ويصير. بيجوز، ما بعرف. هيدي القضية علمتني كتير. اكتشفت إنه كان في مجال ما تكون كلها على بعضها. لو سامي وفرح أو عامر ولينا
وقفوا هيدي العلاقة بالوقت الصح. معك حق، بعتقد هيدا هو الوقت الصح. نحن أصحاب سمر، صرنا فترة عايشين مثل أصحاب، كان بقيلنا بس إنه نعترف. آخر حدا كنت تتوقعه هو كريم. كل وقت عامل حاله بحبه ومكسور من شانه، ملزق عنده ليل نهار بالمستشفى. طلع الشيطان بذاته. لك ما عنده مشكلة إنك أنت ابن خالته تقضي عمرك كله بالسجن وهو ينفذ بجريمته. إيه مزبوط. بتعرفي؟ أنا موقوف مرات علي لحظات كنت راح أفقد ثقة بحالي، كنت رح استسلم، بس انا رجعت قلت لحالي ليش ما بطل انكر وبطل دافع عن حالي؟ ليش ما بعترف في الجريمة وبرتاح؟ برتاح من كل هالعذاب اللي كنت عم بحسه. بس قلت لا، انا لازمني فرصة جديدة بالحياة، وإذا احصل على الفرصة لازم ما استسلم، لازم دافع عن حالي ولازم واجه. لأنك ما بتستاهل يصير معك كل هاد. لينا أنا يمكن ماني أحسن زوج بالعالم، بعرف هذا الشيء وبعرف إنه أنا عندي أغلاطي، بس مرات بقول يا ريت رديت عليها لما طلبت الطلاق وما تمسكت فيها بهالطريقة، يمكن ما كان صار اللي صار. بس هذا ما ببرر الكذب والخيانة أبداً سامي، ولا ببرر قديش وجعنا انا وياك كله لانه تمسكنا فيهم. ما عم برر، بس لازم الانسان اللي مثل حالتي يعرف امتى يوقف حياته الزوجيه وامتى لازم ينسحب، وهذا اللي ما صار معي. هلا المهم قولي لي شو في اخبار عن وضع عامر؟ مثل ما هو، يمكن احسن اذا ضل هيك، لانه إذا فاق في حكم مؤبد بانتظاره، هي إذا مو إعدام. وبعدك رافعة دعوة طلاق؟ إيه، والحكم قريب إن شاء الله. أنت مرتاحة بهالقرار؟ جاد؟ شكراً. شو يبدو خلص قررت تسافري؟ ايه خلص، ما لقيت حل احسن من هيدا. شو رايك؟ انت اضرب مصلحتك، المهم تكوني مرتاحه ومبسوطه. مرتاحه ومبسوطه لا، بس بدي انسى جاد، بدي انسى كل شيء، ما بدي شوف شيء او حدا يذكرني بالماضي ولا حتى شادي. اف هالقد صبي ما خصه بشيء، بالنهاية هو الضحية الوحيد بكل اللي صار، بس رح يعيش كل حياته هربان من الماضي، وأنا شقفة من الماضي. معك حق، يمكن الأساس ظلموه أنه جابوه على هالدنيا. على كل حال، أنت مفكرة شو بدك تعملي هونيك؟ ما في شي محدد، بس أنه على القليلة عندي عائلة هونيك، عندي خيي، مرته، بعد فترة رح الاقي شغل.
حدا تحبيه؟ بدي حدا يحبني انا جاد. بنت مثلك نور مليون واحد بيتمنى يحبها، هيدا لازم تعرفيه. بس المشكلة انه يجي الشخص المناسب بالوقت المناسب، هيدي ما دايما بتركب مع بعضها. ديري بالك هونيك. انت كمان هون. ان شاء الله بتتوفقي. يلا توصلي بالسلامة. خلص بكفي. شو هيك يا لاد؟ لأنه كثير غليظ مو لهالدرجة. والله طلع الحلا ظريف. بس أنت أخذها كثير شخصية للقصة. لا شخصية ولا شيء، هو هيك. بتعرف بس أنا انبسطت إنك بطلت تبيع البيت. إف؟ ليه بقى؟ يعني هيك حسيت إنه نفس السبب يلي خلاك تفكر إنك تبيعه بطل موجود، فبطلت الفكرة موجودة من أساسها. مزبوط، ما عادت موجودة فيه. هلأ أنا بتذكرها بكثير من اللحظات، إن هي كانت مرتي. بس صدقيني أنا ما عم حس إلا بشيء. كل اللي عم حسه إنها مسكينة، وأنا كثير زعلان عليها. كل قراراتي اللي أخذتها بحياتي انفرضت علي فرض وقبلتها. بس هلا خلص صار لازم اعرف انا شو. هلا انا واحد من الخيارات اللي انفرضت عليكي؟ شايف كل شيء مرقنا فيه بهالسنتين، كل المعمعة والتجربة القاسية، من هاد كله انا طلعت برفيق العمر. هلأ شو نحنا؟ رفقات؟ ايه رفقات.